إذا السلام عليكم. كنا خدمنا في الفيديو اللي فات حساب ديال التكامل، يعني الدالة الأصلية، كيفاش نحدد الدالة الأصلية من خلال واحد الفونكسيون معطية لنا ديجا. دونك دابا الفيديو الثاني هو الجزء الثاني كيف قلت لكم ديال الدوال الأصلية ولا لي زانتيغرال، يعني حساب التكامل. عندي واحد العلاقات مهمة دائما كتعطاكم في لي ناسيونو، يعني في الامتحانات الوطنيه. دونك هاد الثلاثه ديجا كنا خدمناهم في الجزء الاول، اللي مازال ما تفرج الجزء الاول ممكن يرجع للفيديو اللي فات. يبقى لينا هاد الثلاثه ديال العلاقات، ثلاثه العلاقات اللي مهمين بزاف، هما اللي كتبتهم بالخضر، اللي هما اللي تركزوا عليهم بزاف. هادو الاولين كيساعدوك غير باش الا طحتي في شي حاجه كنتي خدام في هادي، طحتي في شي حاجه من هنايا باش تسلكك. دونك ما عليناش، نبداو على بركه الله. العلاقة هذه هي اللي نخدموها دابا حاليا. كتكون عندي اف بريم، كتكون عندي واحد المشتقة مضروبة في واحد الفونكسيون اوس ان، يعني فونكسيون اوس ان. مش ما يبان لكم الاوس شنو كتقول؟ الا عندي بحال هذه علاقة غنطبقها صافي، غنديرو السهل الممتنع، غنخدمو تمارين هذه غنطبقو، غيبان لكم داكشي ساهل وبسيط. دونك شنو كتقول هذه؟ هذه كنشد كناخد هذه اللي فوقها الاس، تنعاود نكتبها، هاهي تنكتب اف صافي. هاد الاس هذا عندي ان، شنو كندير ليه؟ هذا كنزيد ليه درجه، كنزيد ليه واحد، يعني كندير ان بلس ان. شنو ولا عندي؟ ولا عندي اس جديد. هاد الاس الجديد اللي هنا اش كندير ليه؟ كنعاود نقسم عليه بسيطه، زائد واحد صافي. ماشي، نعطيكم مثال. ماشي الا كان عندي هنايا جوج غنزيدها واحد تولي عندي هي ثلاثه، هذيك الثلاثة اللي ولا عندي أس جديد غنقسم على ثلاثة. الميساج كنظن راه واضح وباين. نخدمو تمارين حيت حنا كنفهمو بالتمارين. دونك عندي هادي العلاقة اللي قلت لكم مزيان. هنا قال لك كالكيولي زانتيغرال سويفون، صافي غنحسب التكاملات التالية. نبداو بالتكامل الأول، قال لك هنا حسب التكامل من واحد لجوج ديال إكس، صافي مضروبه في اكس اس 2 زائد جوج كل شيء اس جوج دي اكس. مزيان، دابا هنا باش نحسبوا هاد التكامل هذا شنو غادي ندير؟ ركز معايا، غنخدموها بشويه، يعني نطبقوا داكشي اللي قالوا لينا والكمال على الله حتى نلقاو الحل ديالنا. دونك هانت عندي التكامل ديال من واحد لجوج ديال اكس مضروبه اكس اس 2 زائد جوج كل شيء اس جوج ديكس. عندي هنا شوف شي وقتاش كنخدم هاد العلاقة فيما يبان لكم الاس، سواء الفوق سواء مقسوم على شي حاجة او الاس، المهم خصني يبان لي انا الاس. صافي شنو كندير ديك الساعة؟ ركز معايا، هاد المرحلة الاولى شنو كندير؟ كنشد هذا، ما كنتسوقش الاس، كنشد هذا اللي هنا. فنا هو اكس اس 2 هادشي اللي كتبو في الوسخ زائد جوج، اش كندير ليه؟ كندير ليه بريم، كنحسب ليه المشتقة ديالو. دونك راه واضح وباين اش كيساوي هادشي. هذا حنا كنعرفو هاد العدد هذا يقدر يقدر يكون 4 5 6 ما سوقناش، المهم دائما هذا مي تيكون كونستانت العدد، دائما الكونستانت البريم ديالو كيساوي صفر. دونك هذا مشى ليا صفر صافي. يبقى ليا الشقاق ديالاش ندير جوج اكس. دونك الشقاق ديال جوج اكس دائما كنهبط الاس، تاتولي عندي هو جوج اكس، وهاد الاس هذا كنقص ليه درجه، يعني كتولي عندي جوج ناقص واحد، يعني الشقاق ديال اكس او كاري كتساوي هي جوج اكس. صافي فاهمين؟ نذكركم بالاشتقاق، الا كان عندي اكس اس ان بغيت ندير ليه بريم، شنو هي العلاقه كتقول؟ كنهبط هاد ان هذا، كندير ان مضروبه في هذا في اكس، وكندير الفوقاني هاد ان ناقص واحد. هذاك الشيء علاش درت انا ملي درت بريم لهاد جوج اكس، شنو درت؟ هبطت هاد جوج، هاي ولات عندي جوج وضربتها في اكس اللي هي هادي جوج في اكس، وهنا كانت عندي جوج درت جوج ناقص واحد، جوج ناقص واحد هي واحد، وحنا واحد ما تنكتبوهش. مزيان، ملي كندير الاشتقاق شنو غادي ندير ديك الساعه؟ ديك الساعه غنبدل
صافي كنت نقول لك غنبدل ديك الساعه غنشوف انا هنا غندرك هادي غندرك هادي وغنشوف شحال خرج لي هنايا خرج لي جوج اكس صافي وشحال عندي هنايا عندي اكس دونك جوج اكس ماشي هي اكس دونك شنو غادي ندير ركز معايا نورمالمون شنو غادي ندير غندير هاد جوج اكس اللي خرجت ليا صافي اقل مضروبه في اكس اس اثنان زائد جوج كلشي اس اثنان دي اكس يعني بحال ما درت والو صافي واضح ولكن انا ما عنديش الحق نكتب انايا كانت عندي اكس ولقيت جوج اكس دونك انا باش نحافظ على التساويم ديال لانتيغرال ديالي اش غندير خاصني نضرب في المقلوب نضرب في واحد على جوج باش ديك الساعه الا مشات ليا جوج مع جوج غتبقى ليا اكس صافي واضح الميساج راه كنظن راه واضح دونك يكون عندي التكامل ولا التكامل ديالاش كيساوي هو نخرج هاد واحد على جوج هي واحد على جوج في التكامل ديالاش ديال هنايا جوج اكس فاش اكس اس اثنان زائد جوج اس اثنان دي اكس دابا ركز معايا دابا غادي نبدل علاش حيت خصني نصنع البريم خصني بريم تبان ليا شنو هي هاد جوج اكس هادي شنو هي هادي ياك هي هادي بريم دابا غنحيد هادي ونعوضها بلاصتها صافي حيت هاد جوج اكس هي كتساوي لي هادشي هذا تساوي لي قلنا واحد على جوج صافي التكامل ديالاش هادي هي اكس اس اثنان زائد جوج بريم عاد نضربها في هادي عاد اكس اس اثنان زائد جوج كلشي اس اثنان دي دي اكس صافي واضح وما ننساش لي بورن عندي هنا من واحد لجوج عندي هنا من واحد لجوج وعندي هنا من واحد لجوج دابا حصلت على هادي شنو هي هادي هي اف بريم مضروبه فاش في اف اس ان دابا غنطبق العلاقه دابا ملي كنحصل على اف بريم مضروبه في اف اس ان دابا غندير المعقوفات هادشي شنو كيساوي واحد على جوج ما ننساهش واحد على جوج وغندير المعقوفات ديالي هما هادو صافي قلت لكم كنكتب هاد اف هادي فين اف هي اللي فوق منها الاس يعني هي هادي يعني شنو نكتب غنكتب هي اكس اس اثنان زائد جوج هي هادي صافي قلت لكم هاد الاس هذا شنو كيولي كنزيد ليه درجه كانت عندي اس هو جوج الا زدت جوج زدت ليها واحد شحال تعطيني شحال هي ثلاثة هاد ثلاثة اللي عندي اس جديد غادي نقسم عليه صافي وما ننساش لي بورن هنا عندي من واحد حتى لجوج دابا غادي نكمل ملي كنحصل على كنكتب المعقوفات غيجي لي التعويض ديال لي بورن صافي شنو هو التعويض ديال لي بورن عندي تتساوي عندي واحد على جوج وغنحل واحد المعقوفات كبار هما هادو كندير في الاول هادي في هادي وناقص العلاقه هادي في هادي شنو كندير فهنا شنو كنعوض في الاول كنعوض دائما هذا الفوقاني فين كنعوضو كنعوضو في اكس شنو غتولي عندي غتولي عندي هي جوج اس اثنان زائد جوج مقسومه على ثلاثة اس ثلاثة صافي وكندير ناقص دابا الدور ديال التحتاني فيما عندي شي اكس غنعوضو بواحد شنو غتولي عندي هي واحد اس اثنان زائد جوج مقسومة على ثلاثة كانت عندي هنا أس ثلاثة دابا غنحسب عادي حساب ونكمل الانتيغرال ديالي كنتقل في الشرح باش كلشي يفهم حيت كل واحد والنيفو ديالو دونك ما عليناش ندير تساوي كانت عندي واحد على جوج ما نزربش عندي جوج أس اثنان شحال هي أربعة أربعة زائد جوج هي ستة صافي هادشي أس ثلاثة مقسومة على ثلاثة
صافي واضح، قلنا جوج أس جوج هي أربعة زائد جوج هي ستة. ستة بلاتي واحد القضية بالنسبة لهاد، هادي راه الأس هادي راه ما هبطش حتى لتحت، ماشي على كلشي بعدا باش نكون باش تكونوا فاهمين، هادي راه ماشي على كلشي باش نسحب بلونكو. دونك هاهي قلنا جوج أس اثنان، هادي ثلاثة راه محسوباش على الأس هنا، دونك هنا ستة أس ثلاثة على ثلاثة ناقص، عندي هنا واحد أس اثنان بقى لي واحد زائد جوج هي ثلاثة، ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة، ثلاثة أس ثلاثة هي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، دونك كتعطيني هي سبعة وعشرين، هي ثلاثة أس ثلاثة مقسومة على ثلاثة، في واضح؟ غنكتبها هنايا قدامها، دونك عندي هنا واحد على جوج، هنايا ستة أس ثلاثة تعطينا هي ميتين وسطاش، ميتين وسطاش قسمنا على ثلاثة غتعطينا اثنين وسبعين، اثنين وسبعين ناقص هنايا ثلاثة أس ثلاثة أس ثلاثة سبعة وعشرين، سبعة وعشرين على ثلاثة هي تسعود، هي تسعود، دونك إلا حسبنا هادو اثنين وسبعين ناقص تسعود تعطينا هي ثلاثة وستين، إلا فرقنا هنايا دونك كتعطينا هي ثلاثة وستين مقسومة على جوج. اش تعاودوا الحساب، المهم انا حسبتها غير في الاخر، 2 63 على 2، المهم هذا هو الانتيغرال ديال العمليه الاولى، كنتمنى ما نكونش زربت ما نكونش غلطت في الحساب. دونك دابا ندوزو للتكامل الثاني، هو من 0 لين او لين ديال 2 ديال اكسبونونسيال ديال اكس مضروبه في الاكسبونونسيال ديال اكس ناقص 1 اس 2، دونك فيما تبان الاس غنطبق هاد العلاقه هذه، دونك نخدموا التكامل ديالنا. التكامل ديالنا هو هذا، قلت لكم دائما دائما هذاك اللي تيكون انت ما تسوقش لهذا، صافي انت تحسب هذا وتشوف واش يخرج لك هذا، دير الشقاق ديال هذا اللي تحت من الاس وتشوف واش يخرج لك هذا، هذه هي المرحله الاولى. دونك شنو غادي ندير؟ اول حاجه نمشي للوساخ نحسب التكا، ندير الشقاق صافي ديال اس اكس ناقص واحد، هذا غندير ليه بريم صافي، نشوف شحال تيساوي. واحد القضيه خصنا نعرفوا باللي الشقاق ديال الاكسبونونسيال هو نفسه صافي الا كان او دو اكس. دونك نعطيكم العلاقه اون جينيرال ديال الاكسبونونسيال، الا كتكون عندي مثلا الاكسبونونسيال ديال او دو اكس ديال او دو اكس مثلا صافي، بغيت ندير لها بريم، اش كندير؟ هاد الاس هذا كندير ليه بريم، هاد او كندير ليه بريم وكنضرب في المشتقه نفسها او ديال او دو اكس صافي، كتكون او دي اكس اي دي اكس صافي واضح. دونك شنو عندي انا هنايا؟ الا بغيت ندير المشتقه ندير او دي اكس، علاش قلت لكم كتساوي او دي اكس؟ علاش؟ حيت نورمالمون راه كندير اكس بريم هذه الفوقانيه كنهبطها كندير لها بريم وكنضرب فاش في او دو اكس صافي واضح. حنا كنعرفوا المشتقه ديال اكس هو واحد صافي، هي واحد مضروبه فاش في او دو اكس، يعني هادي واحد حنا ما تنكتبوهش، هي كتساوي او دو اكس. يعني شنو حصلنا؟ حصلنا على ان او دو اكس ناقص واحد بريم تتساوي او دو اكس. علاش هادي واحد ما كتبناش؟ حيت حنا قلت لكم قبل باللي اي عدد كان 4 5 6 انت ما تسوقش ليه، حيت ديما الشقاق ديال واحد الكونستانت يساوي صفر. مزيان، دابا ملي كنحصل على هادي كنشوف واش عندي مضروبه فيها ولا لا، غنديرها مزيان. ملي كتكون مضروبه فيها هي نفسها ما كنضرب لا في مقلوب ما كندير حتى شي حاجه، مباشره كنشد هادي كتساوي هادي. دابا غنحيد هادي ونعوضها بالقيمه ديال هادي صافي، شنو يولي عندي الانتيغرال؟ يولي عندي تكامل هذا اي هو من صفر الين جوج، قلنا كنحيد هادي وكنعوضها بالقيمة ديال البريم الإشارة، حيت أنايا العلاقة عندي خصني نحصل على نصنع هادي، خصها تبان لي بريم مضروبة في اف أس ان صافي. دونك شنو غندير؟ هادي تولي عندي هي ليكسبونونسيال ديال اكس ناقص واحد بريم، دابا عوضتها وبقات تبقى لي هادي، غنكتبها عادية في ليكسبونونسيال دو اكس ناقص واحد كلشي اس جوج دي دي اكس.
صافي ايوا دابا ملي حصلت على العلاقه هذه شنو قلت لكم؟ تندير من مورا تندير المعقوفات هاي تتساوي، غندير المعقوفه ديالي هي هادي صافي، تنشد هاد اف هادي اللي فوق منها الاس هادي تنعاود نكتبها نفسها شنو هي؟ هي او دو اكس ناقص واحد صافي. من بعد ملي تنكتبها شنو قلت لكم؟ هاد الاس هذا كنزيد ليه درجه، شنو عندي؟ عندي جوج، نزيد ليها درجه، درجه هي واحد، دونك جوج زائد واحد شحال؟ هي ثلاثه. هاد الثلاثه هادي ولا عندي هو الاس الجديد، هذاك هو اللي غنقسم عليه، مقسوم على ثلاثه صافي. وغنكتب لي بورن ديالي هنايا، عندي من صفر الين ديال جوج. ملي تنسالي هاد المعقوفات هادو، راه قلت لكم كنجي هنا وكنفتح واحد جوج معقوفات كبار، صافي غتكون عندي شي حاجه ناقص ديال العلاقه، شي حاجه شنو عندي؟ قلت لكم في الاول هاد الفوقاني هذا كنعوضو بلاص اكس، شنو تولي عندي؟ غتولي عندي هي ليكسبونونسيال ديالاش، ديال الان ديال جوج ناقص واحد، هاي ديجا عندي صافي، هادشي اس ثلاثة وكلشي مقسوم على ثلاثة. من بعد بقى كنعوض الان جوج، دابا نعوض في المرة الثانية غنعوض هذا اللي هنا اللي تحتاني، فين؟ في معني شي اكس نعوضو بصفر، غتولي عندي هي ليكسبونونسيال ديال صفر ناقص واحد اس ثلاثة، هادشي كامل مقسوم على ياش؟ هاد على ثلاثة. يبقى لي دابا غنحسب، دابا عندي علاقة شنو كتقول؟ إلا عندي ليكسبونونسيال ديال الان دو أ اش كيساوي؟ تيساوي لي هو أ، علاش؟ هاد الالان مع ليكسبونونسيال كيتختازلو، كناخد غير هداك العدد اللي مضروب في أ. شنو عندي هنا؟ أنا عندي الالان ليكسبونونسيال ديال الان ديال جوج، دونك يمشي لي الان مع ليكسبونونسيال غنحصل على جوج، دونك هادشي كامل هو جوج، داكشي اللي غادي ندير. تيساوي لي هادشي هذا معقوفة نحتفظ عليهم، وندير هادي ديال كانت عندي هي ثلاثة صافي. قلنا ليكسبونونسيال الان جوج هي جوج ناقص واحد، هادشي كامل كان عندي اس ثلاثة هي صافي، كانت عندي ناقص، عندي هاد المقام هذا ثلاثة ها هو صافي. هنا شنو عندي؟ دابا عندي أي عدد على بويسون زيرو، يعني أو أو صفر اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا واحد، أي عدد أو صفر كيساوي، هادي شي حاجة معروفة، دونك هادي أو صفر هي واحد ناقص واحد اللي كانت عندي، وكانت عندي هنا أس ثلاثة، ونسد المعقوفة ديالي صافي. هادشي تيساوي، دابا عندي الحساب، جوج ناقص واحد هو واحد، واحد أس ثلاثة، دونك عندي واحد أس ثلاثة مقسومة على ياش؟ على ثلاثة، مزيان. عندي ناقص هنا، عندي واحد ناقص واحد شحال؟ هو صفر، صفر أس ثلاثة مقسومة على ثلاثة. الحساب دابا بان، التخرج بالخشيبات، ما كاينش اللعب، ضربت لصقات، داكشي واضح وباين. هذا اي عدد اي صفر على شي حاجه، شي حاجه مشى لك صفر، يبقى لك يبقى لك واحد اس ثلاثة اللي هو واحد على ثلاثة، في الاخر نحصل على الانتيغرال ديالي هو واحد على ثلاثة والسلام. دابا نجي نخدمو الانتيغرال الثالث. عندي الانتيغرال من الان جوج لبور الان جوج الان ثلاثة ديال اكس بو دي اكس على او دي اكس ناقص واحد كلشي اس اثنان. هنا بان لي الاس، دونك نطبق الخاصية ديال الاس اللي هي هادي عاوتاني، ما يخلعكمش يبان لكم هنا هادشي مقسم على هادشي، اه سيدي غنطلع هادي الفوق وغنصنع بحال هادي، انا خدام في هادي ما نتعاتقش معاهم، غنخرجها بهادي. دونك شنو خصنا نعرفو؟ خصنا نعرفو بلي اي حاجة ماشي الى عندي واحد على شي حاجة اس ان اش كتساوي؟ الى طلعت هاد للفوق هاد الاس هذا غيولي سالب صافي، دونك غتولي عندي هي هاديك اللي عندي اس ناقص ان بحالاش.
الى عندي واحد على اكس وث جوج اش كتساوي؟ قلنا كيطلع هذا الفوق تنكتب هاد اكس وهاد الاس هذا تيولي سالب، الا كان موجب تيولي سالب، عندي جوج يولي عندي ناقص جوج صافي. هذاك الشيء اللي غندير هنايا وركز معايا كيف غندير. دونك عندي لانتيغرال اي مناش الين جوج الين ديال ثلاثة ليكسبو ديال اكس. دابا راه عندي بحال ما عندي مضروب واحد على هذا الشيء، هذا غيطلع الفوق شنو يولي عند يولي ضارب مديالاش ديال اكسبونونسيال ديال اكس ناقص واحد اس ناقص جوج دي دي اكس. مزيان او سيدي ملي تنحصل على هادي. دابا شنو قلت لكم؟ انسى عليا هذا، غنمشي انا هذاك اللي تحت من الاس شنو غندير ليه؟ هادشي ولا روتيني، غندير ليه البريم. دونك غنشد او دو اكس ناقص واحد هادشي غندير ليه بريم في الوساخ في الوساخ. شحال غنلقى؟ غنلقى هو او دو اكس. علاش؟ ديجا حسبناه هنا. دابا كيف قلنا غنشوفوا هذه اللي خرج ليا واش هو اللي عندي هنا. مزيان مي تكون عندي هذه اللي خرج لي هنا غنعوضو بالبريم ديالو صافي. اي هو الانتيغرال ديال الين جوج هنا الالين ديال ثلاثة غنعوضو بالبريم ديالو باش تبان ليا العلاقة اللي بغيت انا، هو ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد بريم مضروبة في هادشي هذا اكس بود اكس ناقص واحد وص ناقص اثنان. دابا مزيان، دابا بانت لي العلاقة اللي قلت لكم هادي كاملة، هي هادي اف بريم مضروبة فاش في اف وس ان. دوك شنو غندير ليها؟ غندير لها العلاقة ديال الاس. دوك شنو غندير؟ ملي كنحصل على هادي اف بريم فو اف اس ان، قلنا تنفتحو المعقوفة على هكذا، كنشد هاد اف اللي هي هادي اللي تحت من الاس، اش كندير؟ تعال نكتبها او اس اكس ناقص واحد، هاد الاس هذا كنزيدو درجة، عندي ناقص جوج زائد واحد اللي شحال؟ اللي هي ناقص واحد، وهاد ناقص واحد هو الاس الجديد هو اللي غادي نقسم عليه، هو ناقص واحد صافي. نكتبها قدامها هنايا، هاد ناقص واحد غنخرجو من المعقوفة باش ميبقاش يدوخني، ناقص واحد وندير بالمعقوفات هادو هنا صافي. وعندي هنا دائما ملي يكون عندي اس سالب هي راه ممكن تعوض عادي ويخرج لك داكشي صحيح، ولكن من الاحسن رد كلشي الاس يكون عندك موجب. دونك كيف قلت لكم انا غندير هاد العلاقه، عندي هادشي اس ناقص واحد، دونك غيرجع لتحت هاد الاس هذا يولي موجب، دونك يولي عندي هو واحد مقسوم على ياش ليكسبونونسيال ديال الاكس ناقص واحد، هادشي اس واحد، وحنا هاد واحد بلا ما تكتبو راه ما تاثرش صافي. من بعد ما حصلت على هادي غيجي ليا التعويض، دونك غندير تيساوي هادشي هذا ناقص واحد غنخليها هنا، وغنفتح ديك المعقوفات اللي قلت لكم باش نعوض لي بورن ديالي. قلت لكم هنا عندي الين ديال جوج وهنا الالين ديال ثلاثة، هادي الالين ديال ثلاثة قلنا كنديرو بحال هكذا، تنديرو ناقص ونديرو بحال هكا صافي واضح. ما عليناش، هذا في الاول كنعوض ليكسبونونسيال نعوضو بلاصه اكس، هذا قلت لك ليكسبونونسيال هاد الالين البور الفوقاني نعوضو في اكس. دونك شنو يكون عندي؟ هو واحد صافي مقسوم على ياش ليكسبو ديالاش ديال الالين ديال ثلاثة ناقص واحد صافي واضح. غندوزو للثاني، هذا اس واحد راه ما متاثرش حيت بلا ما نكتبوه، وعندي هنا عاوتاني واحد مقسوم. دابا نعوض هذا، عندي ليكسبو ديال الين ديال جوج ناقص واحد طيب. ونكمل الحساب، قلت لكم الى عندي ليكسبو ديال الين ديال شي عدد بحال هذا، ليكسبو ديال الين ا كيساوي ا. دونك نيشان انت باش بلا ما تبقى تدوخ راسك، عندي ناقص واحد هو هذا. دابا نجي عادي، هذا دائما عندك ليكسبون ديال اكس غنهبط هذا العدد ونكتبو نيشان، كان عندي واحد
وهنا كان عندي هنايا 3 ناقص 1 صافي ناقص عاوتاني ليكسبو ديال الان ديال جوج هذا العدد نعاود نكتبو هي عندي كان عندي 1 الان او ليكسبو ديال الان ديال جوج اللي هو جوج ناقص 1 ونسد المعقوفة نكمل الحساب ديالي عادي هادي تعطيني هي 1 على جوج دونك كانت عندي ناقص هنا تعطيني هادي هي 1 على جوج صافي ناقص هادي تعطيني هي 1 على 1 حيت جوج ناقص 1 هي 1 اللي هي 1 صافي فاهمين تتساوي كانت عندي ناقص هي هادي ديال هادي هادي وهادي 1 على جوج ناقص 1 تعطيني هي ناقص 1 على جوج ناقص في الناقص غيعطيني زائد في الاخير نحصل على 1 على جوج وهذا هو التكامل الانتيغرال اللي بغينا نحسبو كان اذا التكامل اللي بقاو الاخير هو تنقول الاخير يعني غير في هذا في الفيديو هذا يعني التكامل من واحد الاوهم ديال واحد زائد ال اكس كل شيء اس اثنان مقسوم على اكس قلت لكم فيما يبان لكم الاس غنطبق العلاقه اللي قلت لكم دائما اللي هي اف بريم مضروبه في اف اس ان اللي كتساوي تنقولوا تنكتبوا هذا اف هذا الاس كنزيدوه واحد وتنقسموا على داك ان زائد واحد صافي هادشي اللي غادي نطبق لكن هنا هادي خصني اتبان ليا واحد اللعبه اللي ضروري خصني نفكر فيها صافي هنا راه عندي بحال الضرب غير هي راه ماشي قسمه ولكن نورمالمون الضرب خصني انا غير نبينها يعني شنو هي هاد الانتيغرال هذا شنو هو الانتيغرال هذا ساهل كاع على الاخرين كاملين دونك من واحد لاو ديال هاد اكس هادي راه هي بحال عندك واحد مقسومه على اكس مضروبه فاش في الان ديال واحد زائد الان ديال اكس كلشي اس اثنان صافي واضح مزيان دونك كيف قلت لكم هادي تحت من الاس غنديروا لها بريم الشقاق دونك الا درت واحد زائد الان ديال اكس الا درت ليها بريم واحد دائما قلت لكم هذا كونستانت هو صفر يبقى لي الشقاق ديال الان اكس حنا انا كنعرف بلي الاشتقاق ديال الان اكس هذا الا بغي ندير ليه بريم اش كيساوي هو كنشد هاد ما بداخل الان تندير اكس بريم مقسوم على هذا نيت على اكس صافي دونك الا كان عندي الان اكس بغي ندير ليه بريم شنو هو اكس بريم هو واحد الشقاق ديال اكس حيت المعامل هنا عندي واحد مقسوم على اكس دونك الشقاق ديال الان اكس دائما هو واحد على اكس لكن الخاصية اون جينيرال العموم كنشد ما بين داخل الالين كندير ليه بريم وتنقسم على هذا بلا بريم يعني تنحطو نيشان صافي كنشق غير فوقاني البسط دونك هادي كامل هو الشق ديالو هو واحد على واحد على اكس هاد واحد على اكس واش ماشي هي هادي ايوا سيدي عوضها بالبريم ديالها دونك اش كيساوي لي هادشي هو التكامل من واحد ندير او هاد واحد على اكس هادي غنعوضها بالبريم دونك هي واحد زائد الان ديال اكس هادي مالها بريم مضروبه في هادشي هذا اللي واحد زائد الان ديال اكس كلشي اس اثنان هاني حصلت على هادشي اللي بغيت اف بريم مضروب في ام في اف اس ان اللي هي من موراها كندير قلت لك المعقوفات صافي وكنشد هذا اللي تحت من الاس تعاود نكتبو واحد زائد الان ديال اكس مالو اسيدي هذا اش كندير ليه هاد الاس هذا كنزيد ليه درجه جوج اس جوج زائد واحد اللي هي 3 وتنقسم على هاد الاس هذا جديد اللي هو 3 ومن موراها تنكتب ليه بورن كانت عندي هنا من واحد حتى الاو صافي واضح من موراها هادشي راه ولا صافي ولا تتعاود هاد الداله هادي فين ما تعطاكم دابا في الناسيونال هادي كتعطى ديما بزاف هي والداله ديال القسمه غتخدمها في الفيديو الجاي ان شاء الله دونك قلنا كنديرو هكذا انت دير ناقص وكنديرو هكذا وكنسد المعقوفات في الاول تنجي نعوض هادي هنا فين ما عنديش اكس نعوضو بهنا بهاد اللي الفوق دونك شنو عندي هنا عندي واحد زائد الان ديال اش
ديال او في هادشي اس 3 مقسوم على هادي على 3 صافي ناقص. دابا هاد التحتاني غنعوض فين ما كان شي اكس غنعوضو بواحد، كانت عندي واحد ناقص الالان ندير واحد صافي، كانت عندي هنا اس 3 وهادشي مقسوم على 3. دابا ركز معايا، عندي واحد العلاقة ديال الالان شنو كتقول؟ الى عندك الالان ديال او تساوي الالان او تساوي ليا دائما واحد صافي، وعندي الالان الى عندي الالان دو واحد كيساوي ليا الالان دو واحد كيساوي ليا هو صفر. هادو علاقات ديال الالان. نكملو تساوي هادشي هذا، دونك عندي هنا واحد زائد الين او، دونك واحد زائد واحد الين او هي واحد، دونك واحد زائد واحد هادشي هذا اس 3 مقسوم على 3 ناقص، عاوتاني عندي هنا واحد ناقص الين دو واحد، الين دو واحد هي صفر قلنا، دونك هو واحد ناقص صفر كلشي اس 3 هادشي مقسوم على 3 صافي واضح مزيان. دابا واحد زائد واحد هي جوج أس ثلاثة، جوج أس ثلاثة هي تمنية مقسومة على ثلاثة ناقص واحد ناقص صفر هو واحد، واحد أس ثلاثة اللي هو واحد، دونك واحد على ثلاثة صافي. هادشي كامل يعطيني هو سبعة مقسومة على ثلاثة، وغنكون كملت الانتيغرال ديالي صافي واضح. هنا واحد الخطأ بسيط كانت عندي هنا زائد، دونك هنا عندي زائد حسن الحظ هنايا زائد صفر ما تأثرش، دونك الحساب ما غاديش يتغير. دونك كنتمنى الفيديو الى عجبك تبارطاجيه مع الاصدقاء. كملنا دابا الى لاحظتي داك الشيء مشروح بالخشيبات، علاقه كتطبقها صافي، كتبقى لك تعرف دير شويه ديال الشقاق وتعرف الداله الاصليه ديال كل حاجه وبسيطه. دونك هذه ماشي شي حاجه لي غراف. المهم كنتمنى الفيديو يعجبك بارطاجيه مع الاصدقاء، الى ما كنتيش مشارك في القناه دير واحد سبسكرايب، عجبك الفيديو ما تخسر حتى شي حاجه دير جيم، ما هادشي كيبقى تشجيع، وحنا كاملين ان شاء الله متعاونين بعضياتنا وان شاء الله كل شيء غادي ينجح. والسلام عليكم ورحمه الله. وواحد القضيه نسيت ما قلتهاش، الفيديو الجاي ان شاء الله ضروري راه غادي نخدمو هادي حتى هي غادي ديال القسمه وم ديال ليكسبونونسيال ديال ا اكس زائد بي، حتى هما مهمين تتحطوا في الامتحان الوطني. يلا بارطاجي بارطاجي.